واخيرا السيد موفق صورته هذه البنت. كنا ما عرفتش. طيب هلا بصير احط صورة هيك. شايف والله زفير سيء. شو اسمه هذا اللانش؟ شو هاد بيت في كردة؟ سيري فعين الله ترعاك. شوف بالله انا صورت من هناك، من هناك كنا نصور اللي هون. هلا احنا بنصور فيهم مره ثانيه محل ما كنا الصبح. وهذا البريدج الجسر اللي بصل ما بين منهاتان وبروكلين. انت بدل ما تروح هناك جهة البريدج تقف وراي، انا بدي انزلك على هذول الافلام اللي يوتيوب بحولوا على الفيسبوك، ولو اني انا بحبش حابب انه كله على اليوتيوب. لا هلا صافي 100% كلش انه مش حيكون واضح، لازم يكون 100% واضح. طيب شو اسم هذه اللي صورتك؟ كارولين. وهذيك مانهاتن بريدج، شايفين جنب بعضها. هاي واحدة، هاي بروكلين بريدج هيك، وهذيك مانهاتن بريدج. ناخذكم هيك لفة على مانهاتن وصوب تمثال الحرية. هي هناك شايف طيارة بها، طيارتين هليكوبتر. هذول كمان يا سيدي بياخذوا ركاب بنقلوهم من مطرح لمطرح بالمصاري طبعا. طيب واش تاور اول مرة بشوف يعني بنزل في هذه المنطقة، ورغم ان عشنا في بروكلين زي ما قالوا فوق 40 سنة، لكن كنا في أيام عمل ومن مانهاتن بريدج نختم لكم هذه الصورة. أيوة